بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا الهمنا ما ينفعنا وزدنا من التقى والهدى يا هادي. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، أي بحث عن ظل، تولى ما اختفى وما عادش حضوره ممكن يؤذي الأختين. شو قال؟ تولى إلى الظل، تولى رجع ما كانوا ما توقع ربما إحراج وجوده لك الأختين الكريمتين ابنتا سيدنا شعيب عليه السلام إلى الظل، ينصر المكان هناك مشمس. فقال ربي والشمس هنا هناك تؤذي، لكن ينتهي المكوث خارج ظل. شوف ترتيب الكلمات في الآيات القرآنية. فقال ربي، أو هنا جاءت المسألة، ظهور أنثى اللي مكتوبة لي، ظهور رغبة الذكر من غير ما توضح له المسألة، بما أنه غريب بما أنه طريد وأنه مجر. قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أني رزقني راني بحاجة لي في الحالة اللي تعرف أكثر منيها. بيصير العارف الكامل والله. تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلام واضح، أعلن لنا الداعية الغناء، بينما المسلمين قالوا الله فقير ونحن أغنياء. غلت أيديهم، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وهذا ثم اللعنة تطاردهم لأنهم أساءوا، أكبر ما أساءوا لله المنعم، ولدائما يغفر لهم، ولدائما يسمعهم، ودائما يبعث فيهم من جديد حمل رسالة، وهم يقلبوها الرسالة، يشوهون التوراة الزبور وبعد الإنجيل في وقت سيدنا عيسى عليه السلام والتسليم.